السيد فوزي بركالي مدير تجاره التسويق بفرع حبوب الهضاب العليا التابع لشركه القابضه هولدنج اجروديب. اردنا من خلال هذه العمليه المشاركه في الهبه التضامنيه التي بادرت اليها السلطات العموميه والهيئات المختصه في والغرض منها هو مساعده الاسر وضحايا حرائق الشرق الجزائري وبخصوص ولايات الطارف سودهراس وسطيف. اذا من خلال هذه العمليه او من خلال المنتوجات التي نعرضها على غرار باقي الشركات الاخرى ارتئينا تقديم منتوجات المؤسسة من سميد دقيق وعجائن غذائية لهذه الأسر ولهذه العائلات مساهمة منا تضامنا معها في هذه المحنة، وهي أمور عودتنا عليها الجزائر في الكثير من في كل المحن وفي كل الأزمات.